غادي نصيفط بحالو. لا ولكن كيفاش تختار؟ باردون عافاك نقدر نسولك كيفاش هي تختار وانا بغيك انت ماشي هي؟ حيت الا خديتيني انا راه كتشي حتى هي ياك. اه يا ترى تيبان داكشي الله يرحم ليك الوالدين، راه امي تتفرج ليه في فيديوهاتي. شوف ليك هاد خونا هذا كيداير. وات ذا فاك، وما تخيل دوز غيكون هكا والسيد بمستاج وتقول صاحبي خونا خدام في البنكه. اوكي وعندك مشكله لا يعني صاحبتك كان هذا جاي بيست فريند؟ بلاتي انت قن مع هاد اللعبه، بلاتي اسمحوا لي يعني صاحبتك كان هذا جاي بيست فريند؟ اي واحد شاف هاد الفيديو هذا خاص تعرف بانه راه انا طال لايف في تويتش، غتلقى الرابط في اللي دخل، ممكن تنشارجا من الابل ستور ولا من البلاي ستور. تويتش احمد الصابر، دخل ابرو تما ونشوفكم تما. السلام عليكم، كما تتشوفوا الاخوان دابا انا فاش نجي لكم هاد الفيديو انا جو سوي لايف. شوفوا معايا هاد الناس اللي هنايا بلاتي سمحوا لي الجهه الغلط، ها هما هادو معايا لايف، يعني هاد الناس تنشكرهم. اي واحد بان سميتو انا تنشكرهم، خصكم تعرفوا بان هاد الرياكسيون تدرت في اللايف وبانه تنستريمي في تويتش. الكونت ديالي اللي هو تويتش ها هو احمد الصابيري، تويتش سلاش احمد الصابيري. عاد دخل تويتش لا تلقى ليا في الرابط لتحت، ديما تنزهاو ديما تنلعبوا. شوف تبارك الله بقاو كاع بيزكاو، هيبل 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 هاد الناس هادو. يعني الا بغيتي صحاب يوتيوب تخلطوا مع صحاب تويتش وتصاحبوا معاهم، تعاشروا بعضياتكم. صحاب يوتيوب اجيو لتويتش، وصحاب التويتش سيروا ليوتيوب، وانا حكمنا اولاد باب الله، راه حنا اللي كاين هادشي اللي كاين. مرحبا بكم عندنا في تويتش، تيكونوا لي رياكسيون، تيكونوا لي جو، تيكونوا دي كونفرساسيون، دي كونسيبت، بزاف ديال الحوايج. مرحبا بكم في تويتش. اليوم ان شاء الله كنا جالسين ما علينا ما بينا، دخلنا شحال هادي في الساعه اللي تنريكورجيو هاد الفيديوهات هادي. انت مول الخير الوحيده و52 دقيقه دخلت بيت النعس بحال اي بشر، ما عليا ما بيا داخل ديك غادي ديك سماق سماق سماق. اش فيها كواليس رباو فيديو كواليس فاش يرباو شي فيديو ديما تتلقى بعدا شي بنت عريانه، تتلقى شي حاجه فيها ماي نيم از مو، تتلقى الانجليش بيبل شي لعبه عندها بالانجليش. وانا تيعجبني هذاك هو التخصيص، يعني يوما رياكسيون على كواليس. احنا ندخلوا نشوفوا دابا هادشي، وتحيه لهاد الرجال وجيو لتويتش وضربوا جيم. وراه شفتكم هاد الاواخر ترخيطوا في شويه في التفاعل، ضرب واحد الجيم اش خسرها فابور واتس ذات براذر. نتمنى كلشي دوز عيد زوين، واش كلتو هربل، واش جمعتو فلوس العيد باش تعطيو ليا انا فلوس العيد. واه الدراري ما شفنا والو منكم، ما دورتو معايا، ما شفنا سوبات، واش حنا ماليناش الله ما نشوفوش معاكم هاد الفاك فلوس العيد؟ وات ذا فاك. المهم الدراري انا كنت صراحه اليوم علاش نستريمي، كنت بغيت نوجد لكم شي ستريم زوين صراحه. كنت نيغوسي بين نجيب مورفين ان شاء الله، كنت بغيت نجيب المورفين في اللايف، لكن بغينا نديرو لايف مع النيسي ولد مدينتنا مراكش، شي ستريم فيه الراب، نكتبو راب في اللايف، نكتبو شي تراك الراب، وعليما لا نخرجو كليب في يوتيوب، نخرجو الكونتنت. تفرجتي في البارسا؟ دابا انت كنت ما كنتش بغيت ندوي على هذا الموضوع هذا، ولكن انت جبتي، انت جبتي، انتوما جبتوني قبل ما ندير رياكسيون. انا انسان طبيعي تنعيش حياتي طبيعي، ولكن اليوم غتنعطي واحد الحقيقه على الريال والبارسا مزيان، ونقولها من قلبي ونقول الصراحه باش هاد العيب اللي هز فوق داري غنحطو. عييت ما نكذب بسبب كريستيانو والارقام ديالو والهيبه ديالو، تنقول لكم بانه ميسي احسن من كريستيانو. اليوم جاي بنعتذر من الجمهور ديال الريال، جاي بنعتذر ونقول لكم الصراحه اللي مخبي عليكم سنين ومنين وسالي واحد الهضره تاع البارسا والريال. دابا الحقيقه في دقيقه، وسمحوا لي بزاف بانه رونالدو عيان وبانه ميسي احسن من رونالدو. بغيتي والله كرهتي، سمعتيني، رونالدو ماشي هو ميسي، ميسي فضائي، ميسي الينز، ما تتقارنش مع الهيومن بين، ميسي موهبة ربانية خرج من الكرش موتي جونغ ليك بقلعة الجنينة. رونالدو صناعة محلية، ترينا الحديد ترينا باش ولا بحال هكا. ما عمر شي واحد باقي يجبد ليا ميسي وكريستيانو لان هذا الموضوع محسوم. كواليس ديما تتعودنا بالجديد، كواليس واحد الكونسيبت اللي دايرينو واقيلا دي جون اكتشفت
حيت تيسيبلي واحد النوع ديال الكونتنت اللي هو اجنبي. هذا الكونتنت هذا بطبيعه الحال تدار مثلا في امريكان ولا تدار في سراقسطه ولا تدار في البرتقيز ما عندوش مشكل، ولكن حنا مع دوله اسلاميه ديما تيشكل تيجينا عجب اوفر. حنا دوله اسلاميه هادشي اللي كاين. المهم الدراري غادي ندخلوا نديروا رياكسيون على كوايز، رياكسيون مع الوحده الليل ولا ما عرفت جوج الليل باش ما نديروش على الرياكسيون، ولكن هو هيهات ثم هيهات هيهات. حنا ما تهنعسوش، حنا خفافيش، حنا ناس تهنعسوش، نحن ناس لا نعرف الفشل ولا نعرف السقوط، نعرف فقط العمل والنجاح في العمل وإفقاس العدو. سنبقى نعمل وسنبقى نجتهد وسنبقى نجتهد حتى نصل جميعا. ليست هناك عقبة في الحياة وليس هنالك بشري يقدر علينا، لأنه عزيمتنا وإرادتنا وجهدنا. أول نسخة مغربية ديال البلايندد دا ديتينغ باي أوتفيت. شنو هو هادشي هذا؟ شكون هي الخيتي اللي جايبين؟ فاك مونيكا هادي وهاد التريكو مقطع اللي تتلبسو هاد الدريات تيبين ليكم كرشكم، واش عيب؟ راه عيب هادشي، هذا حرام. راه العورة تتبان العورة ديالك أختي، العورة تتبان أختي. وأختي واش حتى تحاربوا مع الشيطان تزيدونا بشيطانكم؟ راه حشومة هادشي الدراري. غادي ندخلوا البلايند ديتينغ وغادي نشوفوا هاد الحلقة هادي بانت ليا مثيرة. وضفك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللحم. اش هو هادشي هذا مقزب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بحرا خرج من دار الله ياخذ فيكم الحق. ها هما الشياطين نزلوا، ها هما الشياطين ولاد الحرام. وليلة العيد وما خليتونا حتى نعيدوا على راحتنا. النار هي المعلم، المؤخرة تجبتي بنص فيها واللحم، اللحم هادي كنشوفلك لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. جايبين لنا هاد خيتي هادي بلاتي نشوف. فعلا اللحم هاديك ما دايرهاش ضيقة. يعني انا شفت انا النظره الاولى حلال قال لي، فانا النظره الاولى حلال، النظره الثانيه اللي فيها الخش دابا انا ما تنشوفهاش. هادو ما بغاوناش ندخلوا للجنه، هادو بغاونا نتلاقاو مع رونالدينيو تي جونغلي في جهنم ومع شاكيرا تقول الله الله الله. عرفتي علاش؟ علاش؟ على قبل او ما شيش لا هو الحشيش تاش هاد الشيش هادشي هاد المصطلحات الاخوان الله يجازيكم بخير تاعنا لي زونغلوفون اخوان الله يرحم لكم الوالدين. الا كان شي واحد تيتفرج في الافلام في نيتفليكس ولا كان شي واحد الاخوان هكا عليه بشكل الله يرحم لكم الوالدين ايفيتيو هذه الكلمات تاع شنو هي الشيش، اشنو هي الشيش؟ اوكي من قنيطره وجيتي حتى لكازا. اش هاد العراده؟ وحق الله الا ديك الدري جيبه شي ديك الهضبه ديال حاشاكم تاع المؤخره تاع عوالات تبان بحال هكا. اجي راه دابا تخيلوا معايا غاجي وجا البرد ويز لا ديك الصايه راه صافي. اجي راه اجي راه شافها امه عباد الله، امه عباد الله دخلتهم الجهنم معاك. ترى ربنا تنخرج ليه بالشرط تقول ليه جمع ليا في خاطرك، شي بدا تيصرفق فيه انتيرجي. اوكي عرفتي علاش؟ شي البنت ديما فاش تكون تتلعب في شعرها عارفها بانه انتريستيد بداك الشيء اللي تتقول. انا عطيتكم هذه المعلومه هادي. علاش؟ على قبلك. على قبلك؟ مرحبا. او ماي جاد. الشيش الحبس. يا ربي تينا في الطوية سجل ليز كوكينغ. ليز كوكينغ اشنا هاد كوكينغ تطيب؟ في كواليس نحن نؤمن بقيمة الحوار وبالتنوع الثقافي ونفتح أبوابنا لكل فرد ليعبر عن أفكاره وآرائه بحرية. السلام عليكم، معكم أرماني باسم الناس اللي ما عارفين. أختي زربتي عليا ما عرفتش سميتك وقدمتي لنا راسك بواحد الطريقة وخرج لك واحد طرف اللحم. واش هذاك التريك هو الستيل ولا نتقوم؟ كلشي بيولي كارجي بي لا حول ولا قوة إلا. السلام عليكم، معكم أرماني باسم الناس اللي ما عارفينش اليوم. ما عرفكش كسميت هاد اختنا ارماني. ارماني نورمالمون ماركة الروايح والصوابن. السلام عليكم، معكم ارماني باسم الناس اللي ما عارفينش اليوم غادي نقلب على فارس احلامي. الله اكبر على فارس الاحلام تاعك اش راه الطعارة الاخوان. كيفاش تقلبي على فارس الاحلام تاعك؟ انت لقيتي فارس الاحلام تاعك وغنريتيوه بالاوتفيت دونك ناري لا الطالون. اي ام اكسايتد اي ام. اضرب بالعربية يا اختي، اضرب بالعربية الله يجازيك بخير. بغيت نلقى الفارس ديالي وغنلقاه بالاوتفيت دونك. ها هو الفارس الاحلام تاعك. شوف الا ما جاش عندك صاحبك لابس هاد اللبسه هادي فوقيه وما ضربش هاد النايك فهمتيني وما ضربش ديك واحد الشورت فيه الكوكب بحال هكا خاصو يجي عندك كيسبه حيت راك انت انا كنتو تتقيموا الدراري بالاوتفيتس ديالهم اللي هو اللباس. فهاديك ما مايند سيت ما والو، الدري خصك تقيميه بالاخلاق ديالو، خصك تقيميه بالافكار ديالو، خصك تقيميه بالرجوله تاعو. الرجوله هي الافعال والاقوال، اما الاوتفيت تيبقى هي اللباس واللباس تيبقى هي اللباس. هادشي اللي كاين. انا العقليه ديالي انا بنادم قدامي تنفاليوي بداكشي اللي عنده في عقلو كي تيتصرف كي تيتحرك كي تيعامل الحياه. اما ترى الا جيت نقلب على الدريه بالاوتفيت ديالهم ما بقيت شحال واحد تصعب لو تلبس مزيان
وعقلها فيه خريب. What the fuck؟ فين هو اللوجيك؟ بالنسبة للصبابط اللي كنشوف، بالنسبة للصبابط أنا اللي تنشوف قبل ما تشوفهم أنت، هي تنشوف واحد خونا بعدا لابس واحد السبرجة تاع 180 درهم، هاديك والله ما دوريجين برب، أنا نقولها لك، واحد لابس باطو، واحد لابس تيتانيك هذا تيشجع الترا تيران، واحد هز واحد السكيطالوس هذا ماينيميزمو، واحد لابس واحد البرود كان شي عساس هذاك ولا شي واحد تيتصنت الميطال ولا صابغ تفارو، باين، حتى واحد فيهم ما زوين، شوف، سالينا. وهادو كلهم تيهضروا بلونغلي باينه. ما نقدرش صراحه نكون عندي شي راي على الصبابط حيت شو على كومبليكي كومان. شو على حاله كي دايره؟ الله سبحانه وتعالى قدر الرجل، الرجال قوامون على النساء. واش دابا هادي حاله اللي بنادم يجلس مورا باش السيك دريه؟ وانت راجل صاحبي، انت رجل، يو ار مان برادر. واتس ذات؟ واتس ذات برادر؟ انت راجل، البنت تبغي الراجل اللي يكون راجل تيجيب القوت وتيجيب الدرهم من فم السبع مورا باش ماشي هاد الحالة. واش الدرية تقلالو باش نيماجيني شي ايماج على شي دري بعدا داك لي صب داك لي لابس الصباط قسما بالله لا تقشرو خانزين كاع شي لبسو الصبابط والبرود كانت قسما برب الكعبة كنت قراو معايا بن عباد جينا كلهم تقشرهم خانزين وتتلقى فيهم واحد الكحولية هنايا ها هما بحال تقشر كحلين هنايا من القدم قسما بالله الصبابط ولكن ات لوكس بون ما هنا شوفو رقم واحد تبني لي راسك سميتك مدينة شنو كدير في كازا سميتك وات ذا فاك خصني نمشي شي دراري واش نتوما معايا نمشي ندير شي حلقة معاهم ولكن انا بشرط كواليس انا ندير معاكم حلقة غادي تجيبوا لي 20 درية مزيان 20 27 جيرلز مزيان غتحطوا لي بوطون وانا اللي غادي نقول لها يس اور نو وانا اللي غادي نقيمو وما عندهاش غير الحق تقول لي لا ولا شي انا اللي عندي الحق السلام عليكم ديروا الصابيري فيزيز تويني وومن واللي بغي كريتيكيني في الانترنت مرحبا السلام عليكم هاني شي حمزه مكناسي باينه لا بالصباط تكون سميتو حمزه حتى الناس تكون سميتو هذا السعيد حمزه ياسين باينه من الطياره نيتو كنجي لكازا حيت فيها عشراني ماشي اوريجين دو كازا وشنو كتقرا عندكم اش تقرا تقرا الارت والرسم كندير ايكونومي وحاليا حبس تندير طاليانيه اوكي شنو كتعلم الطاليانية؟ يس رقم الثاني قدم لي راسك السلام عليكم دخل خلق اسم دخل الموقع تاع السلام سميتي ايوب السلام اش يدخلنا وداك تطلق على تقرا معاك في القسم وما فيه مسلم على بنادم كامل بعكاش يقول السلام عليكم جمله ما عمرش بنادم والسلام حتى هو اختصروا ما فيه ميمشي بنادم السلام عليكم السلام عليكم جمله سير اخويا قول يويو وات ذا فاك يويو واش داك يويو حمد راسي ضرنا انت كيفاش يويو دابا انا سميتي مثلا احمد اش يبداو يعيطوا لي اح اح دابا شنو هو اسم الدرع تاعي انا سميتي احمد الدراري اش هادشي وصلنا ليه اش هاد الفاكن كان عندي 22 عام كنسكيتي راه باينه شنو كنسكيتي What the fuck هذا الصوت واقيلا هو هذاك خونا اللي شعرو مشعكك ياك داك خونا صعب ماي نيم از مياو او سكيتينغ اوكي اوكي ناي ذس اكشلي ماي جوب اوكي يلا بنادم داك النهار درنا الشطيح في الرياكسيون اللي قبل من هاجي قال لك جوب دابا بنادم رد راسو تيتزحلق على وصله ديال الخبز جوب ايوا خويا ما خليتو لنا البنايه مساكن ما يقولوا ما خليتو مساكن المهندسين ما يقولوا تحيه للناس اللي عندهم جوب حقيقي اوكي ياه صراحه باينه من الصبابط ديالك صراحه ديال السكيتر وقلت لي كتقرا ياك اول حاجه انا كانت عندي تجربه في السكيت وغادي نقول لك بانهم دوك الشوز اللي لابس ماشي ديال السكيت حيت اول حاجه اديداس كاينه اديداس سكيت بوردينغ غنشوف لك هذاك اللي قلت لا لا صراحه تاع السكيت هذيك المهم انا كنت ندير سكيت بورد الدراري كنت نضرب 360 فليب كنت نضرب باك فليب كنت نضرب فليب كنت نضرب بوب شوفيت كنت نضرب لولي فليب خوكم كان تيفقه اولي نولي فهمتيني تيفقه خوكم حتى في البياس ايتنيس اليمنت دي سي المهم دوزنا هاد اللعيبات هادو حتى حنا دوزنا حقنا باش تعرفوا هاد وانا ماشي يقتلنيش نجبد لكم دابا التصوير ما عنديش المشكل يعني اجي من الاخر نقول لكم اش بغات اجي بغات واحد عنده موتور كبير شي اس اش ولا شي تي ماكس هاد الشيء دوي دراري صغار اللي قدامها كاملين انا خايف بعدا يمعد داك الملتئن اللي شعل شي فلامه في هاد الحلقه هادي وصافي لا ما كنقراش انا خدام انت بيطالي قال لي خدام فاش خدام تسكيتي جوب تمام اوكي سكيتينغ هي الخدمه ديالك وكملتي قرا شاكي عيف عف وجهها واش هادي بتمشي مع واحد هاز وصله هادي خصها بنادم تي ماكس خصها دوك شي يجري التريدينغ سيمو لايف يعيشها في القصوره وكذا واللي يخلص عليها تيدرج بزاف د الحوايج بلا باك اوكي واصلك منين اصلي
انا شيادمي. اش هاد البلاد هاد شيادمي؟ اش هي شيادمي هاي؟ اش هاد الشيء هذا؟ عرف دكالي تنعرف عروب وتنعرف بيضاوي تنعرف شلح. اش هي هاد القبيله هاد اخويا؟ قبيله بنسنس ما فهمتش اش هاد الشيء هذا. شيادمي انا خاطر نعرف تليفون سميتو شيومي. هاد اللعبه تاع الشيادمي ما تنعرفهاش. تليفون سميتو شيومي ولكن شي انت من قبيله هاد التليفونات الله يستر اخويا الله يسهل عليك. شيادمي ما قالت لي والو. فين جات الشيادمي؟ الله يرحم الوالدين جاب الانسان عاد تبين بين دكاله وحاها. كيفاش حاها عاوتاني الدراري راسي حبس عليا. كيفاش حاها؟ كاين شي حاجه سميتها حاها؟ اوكي 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 رقم 3 قدم لي راسك. يو السلام عليكم. هذا شي تيران هذا قلت لك خشاشين بالضايه تحت السروال 14 تحت القميص خلاها طوطو تلقى هذا الشيء فلاما فهمتيني؟ واع صعيب صعيب يا تي ان واعره ولكن ما تجيش معنا حنا تجي مع القول او بيش على فلامه او بيقول جيما كوكا قولي انت انا مساله صافا تخونكين. لا ما يمكنش واحد لابس تي ان تيقول صافا تخونكين تيضرب الفرنسي بس هي المعلم هدا عليا وقع شي حاجه ماشي هاد الفيديو غادي في واحد المسار ماشي هو هذا ايمن دكيني تخاف هاد شو علاه تبولي باش ما يقول لها ايمن من قنيطره ايمن دكيني تخا زعما زينتي قنيطره قنيطره راه تبقى قنيطره عندكم الحاجه المعروفه في قنيطره هي حلاله وتحيه الناس تاع حلاله وعندكم الحبس تبول قنادل هادشي تنعرف انا في قنيطره وقنيطره فيها الرجال وتحيه للكاك ونتمنى صعود الكاك الى البريمير سيري تيستاهلوا فريق عارق وفريق قديم وفيه الرجال تنعرف انا ثلاثه الحوايج في قنيطره تنعرف عبدو دودودود تنعرف حبس تبول قنادل وتنعرف اخويا حلاله بويز والتيسك جاهم الواعرين هادشي اللي كاين وتحيه للجمهور تاع حلاله بويز كتقرا فيديو غاب او كتقرا وات فاك ياك ما عبدو هذا ما كتقراش ياك كترابي كنرابي بوحدي اوكي من قنيطره وجيتي حتى لكازا اجي باينه مع تستي حتى شي واحد فيهم اوكي اوكي باش عرفتي علاش؟ علاش؟ على قبلك او ماي جاد هيز كوكين او ماي جاد شيت دونك بلا ما بلا ما بلا ما نحتاج نزيد نهضر درت اكي صح اوكي رقم 4 قدم لي راسك. السلام عليكم. لا داري بصباط وما نقدرش نلبس بحال هاد السبرجيلات هاد ومحن اخويا حسن عوان رجليك اخويا. ماي نيم از سواقي. ماي نيم از سواقي مشى ماي نيم از مو ويعوضوه ماي نيم از سواقي. ليتس جو ليتس جو بيبي ماي نيم از سواقي بيبي 24 عام. سواقي سواقي اش اخويا ما تعرفوش تعرفوا مع البنت شوف معايا والثقه في النفس ولا كونفيونس. السلام عليكم واش راه عندك لاباس كي داير لاباس عليك شنو سميتك؟ انا سميتي بحمدان سميتي احمد ولكن تعيطوا لي بحمدان جان سميتك تفضلي معايا بسم الله اجي بصون الهضره واش اسمحي لي باش نقول لك واحد القضيه مع اول ديت هذا ما سي ساتو ديرونج با 50 50 من الاول نكون معاك كلين هادشي اللي كاين مرحبا بك اجي جلس راجل انت يا خصها تفهم صحابك قبل نخلص عليك علاش لا ما يمكنش سمح لي ولا صافي سمح لي سيري في حالك الخير ما تقوليش السميه الحقيقيه امين امين اوكي امين ماشي كلشي كيعرف هاد السميه غير سبيشال وانز اي جيس يو اوريدي سبيشال قال لها سبيشال وانز باش يبيكي عليها هادشي حنا حافظين والله سبقناكم. Anyways امين سواقي ام باسك هادي شي عجبها اللي تفلى عليها شتي فاش قالها سبيشال صوت بطل تضحك هاد النوع شي عجب فاش تكون تعيط عليه في التليفون بحال هكا تكون صوتك قوي بحال 14 اللي في الو حبيبي جي معاك لاباس بخير كي دوزتي نهارك مزيان صورتك تنشوفها في النجوم وفي القمر شي حاجة ما تشوفناش ولا شي حاجة ما هضرتش نص ساعة I still miss you. Yes. كي درتي كي دوزتي بعدا كتكون تمشي مع الدراري عطانا غير انا فهمتيني قلت لا لا انت اللي كاين وي وي اي نو اي نو انت هي اللي كاينه وتنبغيك بزاف باسكت بول بلاير اوكي باسكت بول بلاير يو نو وات ات از اي ورك فور ميس كتقرا مزاج صار اساليش قرا شي اي هاف ا سمول كومباني ديال كلوذين تريفت كلوذين شنو هو كلوتشينغ كلوتشينغ هما الحوايج قول عندي تاركه الحوايج علاش تبقى تعوجوا في الهضره وهاد لونغلي الخاويه ديال 40 اي هاف كلوتشينغ خويا بي قول كاع بيبي ولا قول لها اختي اختي عندي شركه الحوايج اش فيها العيب زعما قلتي كلوتشينغ زينتي
عرفتي علاش بعدا ما بقاش يبيع الويب بالدارجه صعب واش فيها عيب language it's just a tools to send a message to another one in the other side so he can understand you not speaking it all the time 24/7 shift no and I'm working on myself okay okay nice Let's nice see. اخر واحد last but not least yo my name is Carly يا لا واحد اخر سميتو كارلي لا هو كاليفورني حتى ملي تيجيبوا هاد السميات الاخوان وتمنيت واحد يقول سميتي محمد سميتي حميد حتى فين هما هاد السميات وعباد الله والوالدين واش ما بقاش تسميو سمياتكم وعس وسمي لي ولدك عبد الرافيع عبد السميع عبد الحق عبد الودود سي محمد محمد حمد سيمو عبد الله فهمتي عبد العالي والضفان شنو السميات هاد الزينه دراهم خران هاد الفاكن سميات اصاحبي حملتك امك 9 اشهر بداك لوجع باش تسمي راسك سواقي واش انت كلب واش انت حيوان واش انت باب بغاء واش انت عصفور واش انت ولد امي قنين واعطي راسك ليه بس السلام عليكم سميتي احمد السلام عليكم سميتي زياد السلام عليكم سميتي حمزه السلام عليكم سميتي طق السلام عليكم سميتي فلان قريط ماي نيم از طز 20 and a basketball player يلا كلشي اللي تلعب الباسكيت دابا الاخوان واحد قال لك باسكيتبول بلايرز واحد قال لك اي ام سكيتبورد بلايرز واحد قال لك اي هاف سمول كلوتينغ كومباني وداك الاول ما عرفناش اش تيجي شكون هو اللي غادي يولي لنا بناء شكون هو اللي غادي يولي لنا ميكانيسيان شكون هو اللي غادي يولي لنا نجار شكون هو اللي غادي يولي لنا مهندس اش هاد الفاكن خدامي عشيل راه انا تندير السوشيال ميديا فاك عليا وفاك على اللي تيدير هاد السوشيال ميديا انا احترم هذاك العامل ديال النظافه ولا تسميه بدل مول الزبل تنحترمو اكثر من اي واحد تيخشي يتي في زبلو وتي تيجبد ليا زبلي هذاك اشرف مني واعمل مني في الحياه فاش غادي تلاقى عند الله فايتني في درجات هادو تيتسموا سمول جوبز هوبيز تديرهم باش تصور بهم الاكسترا ماني انا نهضر معكم بلوغتكم ولكن خصها تكون عندك حرفه في الحياه علاش جلاله الملك الله ينصرو الملك ديالنا نواب صحاب المهنه والتكوين المهني حيت المهن بداو تيتفقدوا جلا يجي قباص واش دابا انا مثلا عندي مثلا دار واش غادي نجيب سكيت بورد ري سكيت بورد ديالي في الحيط خصني سباغ خصني بنادم اللي يجي بانتيغي ليا الحيط خصني قباص اللي يجي يدير لي تدلاكت فين هما هاد الناس هادو قلالو تحيه للناس تاع العمال اللي تيخدموا بالحرف اليدويه هاد البونجور ديالكم والله اخويا انتم رجال والله حنا ما رجال بالله ما خدناش ديك الطريق تنقراو الف باء بقره برتقال تنجدرنا بها اه وما خرجوا سكيت بورد واحد قال لك شنو الاخر هذا بي اوسو باسكتبول بلاير ياب اش كي دات الوجه باش تعرف هادي باسكتبول بلايرز كتقرا مازال ولا غير كدير باسكتبول نا جست باسكتبول تراين تو جو برو اوكي سير برو جو برو جو برو تصوروا بيه اش تاهو عنده الجو برو سير اخويا الله اصل ديالك موروكان لابيريان شت الجنس هذا شت الجنسيه هادي مروكان لابيريان لابيريان هي المكتبه مغربي ساكن في المكتبه مروكان لابيريان وات ذا فاك شت العجب شنو موروكان لابيريان شت لابيريان لابيرانت المتاهه لابيريا يو نو لابيريا لا فين جات؟ حدا كوت ديفوار قلنا افريقي قلنا عزيز وهانيه فين هو المشكل؟ حتى هو سير اخويا ليبيا ليبيريا اوكي المهم نص مغربي نص حاجه اخرى اوكي بغيت اول واحد غنسولو بغيت نعرف علاش اخر غلاسيو ديالك سالات؟ اخر غلاسيو ديالنا سالات؟ ما تفهمناش شكون اللي غلط انت ولا دابا جيتي حمقني غولاسيو ما تفهمناش الله يسير اش دخل الله في هادشي هذا الله قال لك ما تيش هادشي هذا راه علاقه حميميه سير اخو تجوج سير اخو عند با قول ليه جوجني انا قول ليه با طبط قول ليه فط ما لا ما يستطعمكم الباء فليتزوج ولا وعليه بالصوم يا اما صوم يا اما تجوج لا صراحه بجوجنا غالطين كل اختار طريقه وصافي داكشي سالب سلام 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 عقد الصالح لا ما سالاش علاش تخيبي وجهك اختي علاش علاش هاد الوجهات هاد الفيكر ودوك الشواد داك فيهم دوك لي باري افاك وانت ما سولتك شنو الاصل ديالك انا مكناسي اوريجين دوميك لا هي الناس تاع مكناس الكودي مع جيت العوما والكوكا العز اي مكناس اوكي ايوا نسولو حتى الثاني علاش غلاسيون ديالك سالات ودابا دخل عليكم بالله واش نجيب انا بحال هادي تخسر وجهها وتقيمني بحال هكا واش انا با ولدني وسماني با حمدان وقسما بالله جدتي اللي هو بوت الواليد قسما بالله كان مصور تاع الحسن الثاني وكانوا يعيطوا عليه مولاي حمد
باش تجي واحد القرط خصها في وجهها. شو الهيبه؟ واش دابا انت تجي تقيميني انا؟ يا دخلنا عليك بالله ترى نموت انا وما تجيش تقيميني انت. ورا سيرو نعيم ماي نعيم از عامرز ورا يفرون I am from Marrakesh, but also from Morocco. Yes, how old are you? I am 27. I'm here to find love. I love. واه دابا هذا السؤال صعب بزاف. علاش حيت انت اللي غلط؟ شويه عليك مالك؟ ما عرفتش نعرفكم من دابا. حاسس بك اغريسيف. نهار الاول لا لا. لا يموت لا انا ظريف انا. انت ظريف؟ والله. كاين اللي كيقولوا ظريف ولي ما ظريفينش. ما كانش عليك تقول لها ظريف، دابا انت بين، دابا انت بحال قلتي نزلتي لواحد، نزلتي درجة. خاصك تبين راسك قبيح، انا قبيح باد بوي، الدريات عزيز عليهم باد بوي، والله العظيم. صافي راك على بال. ودابا قول لي علاش اخر غلاسيون سالات؟ جيني من الاخر. اخر غلاسيون سالات، الصراحه انا اللي خليتها. واه بعدا سال هي الغلاسيون مع ديك السبر ديال الخانزه وغسلها، قالت لك هي الغلاسيون يا الخانز يا المطوط. انت اللي خليتي؟ اه. عاد شوفي دابا انا كنقول لك الصراحه، يعني خاصك تقبلي الصراحه. خنتيها؟ لا ما خنتهاش، ولكن خليتها حيت فهمتي. ما كذبش عليك فهمتي هذا نسي ما سو فهمتي لايك سي بلونتور شوي فهمتي في الفيوتشر معاه لايك فهمتي ياك شتي قول دابا هذا والله ما فهمت اخوتي بكثرت ما زرب عليا بالكلمات الانجليزيه سمعت انا هي خانه ودابا على الصحبه فيها الخيانه دابا انتم هي مصاحبينو بالرجوله واحد القضيه بغيت نسولكم نورمالمون انا ما كنتيش خاطب واحد البنت ياك تيكون جالس معايا صاحبي انا اللي عيطت عليا صاحبي شي تقلق عليا علاش اخويا بيناتكم شي وثيقه تثبت بانه انت مصاحب معاها راكم صاحبيني بالهضره ما فهمتش كيفاش الخيانه واش مجوج بها راهي تتعرفها وتتعرف تتسمى علاقه عابره هادي وشوف نتوما تعرفوا هاد الدراري فهمتيني غنقول لكم واحد القضيه واحد قال لي كيب يور انت اللي شاد طفاك يا هاد المضافاكا يا الحقير انت تمشي تنعس مع 700 بنت ونجي نعطيك اختي مقايسها حتى شي واحد شكون لا شكون انت مع قبك انت زعما راجل مشيتي حديتي 16 البنت وبتجي عند اختي مثلا انا ولا عند اختي هذا مقايسها عليه حتى شي واحد افاك يو سير لمك تجوي مشي وشعاع عندها الباب وعندها غار وعندها الغار تاع هرق اللي كاين في طنجه ودخلت انت فيه وجا هو بابنت ما قيسها حتى شي واحد مسكينه ما عرفها والو بيهزها ويحطها في الكوزينه وطف اطريح ولا عجن قال لي شات يو شات فاك اب نشات يور ماوت انت انا فهمتي فاش كنت داشي ولا لايك غلاس وبالنسبه لي شي حاجه اللي جديه فهمتي كنموش مع الواحد ما كانتش مقنعاك كيفاش ما كانتش مقنعاك وات عادي هاد الكلام ما كنتش مقنعاني هذيك حاجه فرا هي هادي ما تكتشفي نارج بغات تكتشفي اي يا خويا زعما اي الصراحه قال لك لما تزعم تاكل اللحم بالرجوله فهمتيني زعما من الاخر اوكي ذا ثيرد بيرسون علاش غلاسيون ديالك سالات؟ حيت الصراحة خرج خواتي هي من المغرب ما بقاتش دونك ولات غلاسيون خوات بك ولا خوات بالمغرب؟ لا خوات من المغرب نفتخر بأنه خديت القرار جيت من فرنسا وجيت للمغرب وعرفت بنادم عاد كريتي كاين ولكن وحق الله إلا جيت على قبل والدي وأنا عرفت راسي بأنه إلا كانت نيتك صالحة تيعوضك الله إيه فهمتي دونك ولات غلاسيون صافي ما عندها حتى شي معنى ولكن بقيتو ان كونتاكت فاش خوات المغرب شويه مي ابخي ما بقى والو صافي خواتك من بالا خوينا بالنا من بالنا اوكي ذا فورث بيرسون قول لي علاش سالات اخر غلاسه ديالك اخر غلاسه سو بيسيكلي از اي سيد هضر بالعربيه من الاحسن عرفو فهمتك بشكرتك باي انا ما كتعجبنيش لونغلي وداكشي واخا كيما قلت لك حرام تهضر بلونغليزي واش تجيب واش تدخوز علينا انايا كنلعب باسكت كنتريني بزاف كيكونش عندي وقت بزاف في التكست اون بليس انايا فهمتي كنبغي نتلاقى مع لا بيرسون حسن حيت الهضره في السوشيال ميديا شويه زعما كتفهم غلطه بعض المرات بصح عندك الحق المهم هادشي كامل اللي قلت لك ما عندو حتى شي علاقه بعلاش اخر مره سالات غولاسيون المهم حتى انا مشات لبرا مشات خوات بيك حتى هي مشات ندير هي الصراحه خصني نعترف بواحد اللقطه بانه كاين واحد النوع ديال الدريات ما تصدقوش دريات تتخوي بالشريك ديالها تيجي اول واحد بيلوط ولا لاباس عليه تتخلى مسكين على داك الحاسق وتتخطرح بوت سايد الدراري والدريات باغينو بيلوط باغينو يكون عشرات المليون في الصداق بغاتو يكون بوغوس وانت يا الحماق قهوي كي درتي ليها اختي هاو ذا فاك ماذا فاك درتي ليها انت قهويه خصك واحد قهوي بحالك سالينا هير لاست اشوف لك خونا هذا كيدير
فاك وما تخيل دوش هيكون هكا والسيد مستاج تقول صاحبي خونا خدام في البنكه خدام خونا في البنك الشعبي ولا تقول خونا داك ما تزابيش دوك تكون لاباس عليهم عندهم الفان تيسبغوها وات ذا فاك تاش هاد واو يا المعلم شاكين دمات على وجهها قالت عرفتي دابا هي في راسها اش قالت بحال هكا في دماغها شيت ماي جاد بحال هكا الدري تيبان نقي راه قلتها لكم السبر هي جي جات على السبرجيل شو الدري كيطلع يا المعلم اللحيه وكدا الزغيبات خارجين هنايا ديال الرايب سلام هاي هي سكسي ام جود هاو ار يو تديني شي شو دابا هاد البيل هذا شو دابا الدري واش ماشي بي وكبير ولابس ليا دوك سلام هاي شو هاد البونطاكور سكسي ام جود واش لابس دوك البونطاكور شتوه هاو ار يو تديني تشوف اليد والله حتى تشوف واحد السروال لابس بالله واش دابا الدري هاد السروال باقي تنعقل كنت لبسو فاش كانت عندي 16 عام بونطاكور وبالحيتك وبزغب خارج ليك من صدرك نعرات الله هو عليك انا اللي يو سيكسي طرق لي لي باس ديال غان سلام زينك يا بو دلال يا بو عيون ملاح زينك يا بو دلال يا بو عيون ملاح عينك النايمين ايه يا معلم سير عشير هي سيكسي هي سيكسي وات ذا فاك واش شي واحد معاهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم واش دري قال لي هي اي سيكسي واش دري قال لي هي اي سيكسي دري وات ذا فاك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تديني شي نان سكيفي شو هنا كي واش رويتو اجي راه بحال معري راه شفنا قزيبت كاخوتي تستري الله يرحم ليك الوالدين الله يعطيك شي حجره درتي قبيله هكا ويفيتي ويطلع هذاك الشيء الله يرحم ليك الوالدين تستري هاد المراه تستري وغطي داكشي يا هاد الومن يا هاد المرأة غطي دوك المحارم ودوك العورة راه العورة تاعك تتبان يا اختاه ماي نيم از مو دا جيرل شي باس مي شي اي دون ريلي نو ديدي كلاس مونيكي وات ذا فاك هذا هو ماي نيم از مو خوه داك مش اخلى الموستاج بقاو ربعة ديال الناس الله يرحم ليك الوالدين اختي انا باقي الدوري الله يخلي ليك امي وتخليني نكمل هاد الحلقة راه بحرص على رمضان وانا تنخاف الله اللي فوق مني تباقي الدوري غنتشوه معاك ودابا غادي يسولهم على الابراج ديالهم دونك كيفاش الابراج اش بيسميه برج خليفه توين دي في كازا كيفاش الابراج نيميرو 1 البرج ديالك انا جيميناي شنو هو جيميناي طاف على جومانجي اخو برج الجوزاء جوزاء تتبيع الجوز جوز الهين اخويا بعدو عليا الله يخليوني نعيش خليوني نعيش الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم لكم وخليوني نعيش راه يخبري وخضر خليوني بالخضوريه تاعي نعيش وانا حامض يخليوني اوكي سكند وان سكوربيو سكوربيو انا عقرب شبيو سكوربيو اوكي ثيرد وان كانسر هذا كونسير هذا في الكونسير كونسير سكوربيو سكوربيو عرفتي شنو هو البرج ديالي انايا المعلم عرفتي شنو هو البرج ديالي كون جيت لهاد الحلقه هادي ما تقول لي انت واتس يور ايمبل واتس يور بيلدينغ عجبتني نقول لا يو توك ويذ مي تهضري معايا اختي يس ام توكين ويذ يو بتعرفي شنو هو الايمبل والعماره ديالي مرحبا اتنت سنك تقول لي شنو هو الايمبل تاعك صبري انا اسد لليون لا بالنسبه للسراول عاوتاني ما نقدرش نحكم هذا بلاتي هذا بلاتي بسم الله قريع هذاك الوسطاني يلا حققت مزيان هذاك لابس داك السراول ديال الحماق تيكون هو واسع تيقولوا عمو عليه ستيل حيت بغاو يقولوا عليه ستيل هادو اللي لابسين الشورطه تاع خويا ما عطاك ما يمكنش تنحكم على بهذا من رجلي ما فهمتش اكون كانت ذكيه جات دريش بغات تقول لهم حيدوا سبرجيلاتكم باش شوف التقاشر كي تلقى تقشرتهم تقوبه تقول ليه سير البنت منين تنعرفها واش نقيه ولا لا تنقول لها وريني تفرج لك شي انفو البنت توريني تفرج ليها تيكونوا مستوي ماشي خرج شي صبع داير بحال شي تانتان معول عليه تنقول لها اكسبتيت بقى ما نشوف ليهاش وجهها ديما شوفوا الرجلين تاع الطفال شي راه كانوا تفرج لها مكادتين اكسبتي في البلاصه صح صعيب حيت كل واحد والستيل ديالهم كيتشابوش وشي حاجه جوج لابسين الصورتات شي يكون شي واحد لابس الكوستيم كون ستاتو حتى تعرف هاد النوع هذا الاخرين واحد جين الاخر تاهو جين كارغو شنو هاد كارغو عاوتاني وات فاك ما تعرف جين وسروال السيرفيت بيجامات النعاس وشورت اش هاد كارغو هذا
كارغو هي البضاعه ولا الحموله اش هذا الستايل الجديد عاوتاني الله يلا كارغو لو ستايل يا بصراحه لحد الان على حساب اللي بزيالو ما عنديش شي راي. اوكي انا عافاك اختي راه عاودنا شفنا اللعيبه شفنا التفاحه الله يخلي لك الميمه الله يرحم لك الهوايجه خلينا نكملوا هذا الرياكسيون فيما يرضي الله. شنو رايكم الا كانت صاحبتكم داخله في السوشيال ميديا؟ نبداو بالنميرو 1. شنو هو صاحبتي داخله في السوشيال ميديا ولا المراه ديالي حيت انا اي وحده كانت معايا غادي نقول انت هي الزوجه ديالي. الجمال ديالك ملك لي وليس ملكا لاخرين. اي واحد صاحبته دايره كونط وما تي ما مراقبهاش ما راجلش. اي واحد تيخلي صاحبته تخرج باللباس مزيان ما راجلش ولا مرتك. اي واحد ما عندكش ديك الغيره ولا ديك النفس ما راجلش. من حقها تكون عندها كونط وتبدا كتهضر على لي باج يكون فيه واحد فولور اللي هو انت صافي وداك الكونط يكون عندك المود باس تاعو يكون عندها العائله ما عنديش مشكل. ولكن علاش بتشوفي في واحد اخر يبداو يطلعوا لك دوك صحاب الميسكيلاسيون واكلين لي دوك 70 كيلو ولا 400 الف ميلي غرام ديال الكرياتين وتيجيو بحال هكا وعندهم دوك البادر مطرطقين طاق 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 وتجيك الشهوه عليهم. وانا مثلا مجوج بك عندي واحد بالزاط اللي حاقده عليا والو جمالك ملك لي وجمالي ملك لك رغم البزاط ورغم كل شيء. انت ديالي وانا ديالك تاع اريدك نعيش انا وياك بحال هكا. انا الراي ديالي البنات لي مور اتراكتيف هما اللي تيكون عندهم كونط بريفي كتكون وي واحد السايكل صغيره ديال الفرنس ولا العائله وتتكون انت وفراد المعلومه هذه فراسك. اجمل الفتيات اجمل الكيوتنيس والبيرفكتينس والسويتنس والبريتيست هما اللي تيكون عندهم برايفت اكاونت تثق اكثر. انا هو ذا الراي ديالي. اوكي سيكند وان ما عنديش مشكل حيت انا داخل في السوشيال هذا تيك ميجوان هذا بالرجوله الميديا دونك اللي قلت لها لا نسمع اناني. اوكي ثيرد وان صراحه بالرجوله هي ما كاينه معناها تكون عندك السوشيال ولكن السوشيال ميديا صراحه هي شوف ما كاينه معناها تكون عندي السوشيال ميديا حيت تاع نقدر نكون غادي وتخرج لي شي وحده معاديه وتجذبني الشهوه ديالي. ام ا ليتل بيت فيموس يلا ام ليتل بيت فيموس هيا اخا كاين دريك لامار هيا اخا ترافيس سكوتش اللي تيقول اي ام فيموس من في خويا دابا نخرج دابا تخرج نشوفك شكون هو هاد فيموس هذا. انا اي دونت مايند صراحه ماي جيرفريند تو بي فيموس غير هو ما حدك زعما كتوريني الريسبي و لايك عارف الغولاسيون ديالي انا وياها كيفاش دايره السوشيال ميديا كتبقى على السوشيال ميديا. صلينا على الاخ اللي قالها لك في هذا النهار هذا هي الاخ ريل بيرسون هو اللي كيكون معاك نتايا. اوكي سو ذاتس هاو اي ثينك فور وان نورمال لايك شي دوين هير ثينك يا ضرب العربي خويا ضرب العربي ضرب العربيه ضرب العربيه ضرب العربيه الله يرحم ما ثينك سو كيجينا عادي ماشي شي حاجه اللي ام سي نو فور. اوكي بغيت نعرف واش انتوما بربعه بكم عندكم جيرل بيست فريند نبداو بالاول. الصراحه ما عنديش هكا يا فرانس بنات وليني كنعرف بنات تيقراو معايا بنات تيكونوا تم لا فامي كاع تنحسبهم اصدقاء ديالي ولا صديقات يعني عادي. اوكي وعندك مشكله الا يعني صاحبتك كان عندها جاي بيست فريند؟ بلاتي نتقن مع هاد اللعبه هادي بلاتي اسمحوا لي يعني صاحبتك كان عندها جاي بيست فريند؟ ما عنديش ما كاين حقيقي حقيقي علاش تلقاي في داك الشخص مثلا داك الصديق حقيقي هذا الشيء الاخوان حقيقي الله على الطرب واش الوطني مشى الهيبه ديالو الله 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 ديالك اللي ما لقيتيهش فيا والله راه يقدر يكونوا كيتفاهموا اكثر عاوتاني حوليني السبب ديال التفاهم هو تتكون الكومونيكاسيون يعني الا ما كانتش الكومونيكاسيون عمرك غتفاهم مع شي واحد.
يعني ضروري كنحطوا النقط على الحروف. اوكي اوكي. سيكند وان، عندك جيرل بيست فريند؟ صراحة لا. اوكي، وعندك مشكلة الا صاحبتك كان عندها جاي بيست فريند؟ حتى هي لا. ما عندكش مشكلة؟ لا حتى هي لا. او ما كيعجبكش الحال؟ لا ما خصو، نورمال ما عجبنيش الحال. اوكي. ثيرد وان؟ I'm not gonna lie, I have girl friends as basketball players. انت عادي تسكت يا هاد إخان، سكت انت، انت إخان ما تهضرش انت. واحد قال لك I am famous، I am famous العامل مع القصيرة، هاد سكت ولا عادي نتشوه معاه. لعب الباسكت ودير مارشي وسكت، ما نسمعش حسك، سكت. لكن فهمتي they're not all old زعما، فهمتي؟ okay. I coach some of them ولكن الصغار، هادي أول حاجة. ثاني لا يس ام كوتش. او كتقول دابا تخيلوا معايا الاخوان، وصلت لمليون في انستغرام، مليون فضل الله وفضلكم. واش عمرني جيتكم بان تنفليكسي على شي واحد تنعتبرهم ارقام؟ بلاتهم تلقى عنده دوكا اي هاف 2 كي فولورز اي ام فيمس. كوتش كتكوتشي لي صغار؟ يس. اوكي اه قصيرات فيمس معاه هو قلت عليكم ها. okay. ولكن with their parents and stuff امشي. ايوا هذه اول حاجه. ثاني حاجه از لايك راه هاد الدريات بعدا هاد الجيل ما عاشوش الطفوله، خرجوا جيلك ولاو مراوات. هذا تلقى عندها سبحان الله راجل 16 عام 17 عام 18 تلقاها مرا، ماشي بنت، ومرا تبارك الله مفرقعه. والدريه واخويا اللهم بارك وزيد في ذلك. انا خويا عييت ما ناكل خارج رقيق بحال شي نخله. اش تياكل اخويا هاد؟ وما فهمتش اخويا عطيونا غير السيرين صحاحو. اللي تلاقيت مع امي تقول لي ضعفتي وليتي رقيق، ما دوزوش ديك المرحله تاع الطفوله. وتا جايك السيده مرا شي حنا قزوها دابا راه ماما تكون طفل، طفل تبدا تكبر من طفل الادولت، من ادولت الرجل. دابا هادو تيخرج طفل تيولي طفل، العكس العيالات تيوليو من طفله المراه، فهمتيني؟ وتا هادو تا هما من طفل الرجل. الحياه تنبت ليه هنا والزغب تيخرج ليه. تقول لي خويا شحال في عمرك؟ عندي 3 سنين. نعم اخو الغزال واش ما فراسكم؟ انا عندي 28 عام باقي ما كملت ليش اللحيه. وبنادم عنده 14 عام كامله ليه اللحيه، كي درتي ليها اخو؟ فريندز جوين اوت تو داكشي. لا اي نو سام جيرلز ولكن جست ان سوشيال ميديا زعما اي دونت جو اوت وذ ذم. وكاع اذا كانوا عندي راه ذاك ريسبكت لي ام غانا جيف تو ماي جيرلفريند شي غانا فيل ات زعما شي نوت غانا بي وريد اباوت اذر جيرلز. اوكي ولكن يكون عندك مشكله الا كانت عندك بالرجوله البنت هي قانطه ما عجبات حتى شي واحد فيها غادي يشد معاهم ستون وصاف. جيرلفريند هاز لايك ا جاي بيست فريند. اجي في الاخر غادي تجي مول تي ان 100%. انا قلت لكم اللي عشان طلع مول تي ان انا غادي نعتزل الرياكسيون ديال هاد لي كونسيبتس حيت صافي وصلت لواحد الفكر بي وليت تنفهمهم نيشان. والله استاذ مول تي ان سيد لابس تي ان تيبان نقي كدا صراحه اي دونت مايند ولكن ات ديبيندز اون هير فهمتي. الا هضرنا فهادشي انا المهم ذا كي فور مي از كوميونيكيشن سو وي شود كوميونيكيت اباوت ات. الا ما عجبتني شي حاجه راه غنقولها. الدراري بالنسبه لكم واحد السؤال اللي نجي في الشاط بالرجوله، واش نتوما دايرين بحال هاد النوع تاع الدوب بالانكلي؟ الله يطم انوني الدراري تتفرجوا فيا ولاد باب الله الحقيقيين الله يرحم لكم. واش الدوب بحال هاد الانواع هادو؟ الله يجازيكم بخير بالرجوله. لا حلفوا بالله راه ولا تيدخلني الشك. حلفوا بالله قولوا الله قولوا الله حلفوا بالله صافي طمأنتوني يا خويا. واحد قال باني هذا باني هذا اخان او واحد اخان باني سو ذاتس ات. اوكي اوكي فورد وان لاست وان وات ذا كويشن سوري خويا راه انت بالضبط غادي نتشوه معاك. دو يو هاف ا جيرل بيست فريند؟ لا لا نو. دو يو مايند اف يور جيرل فريند هاز ا جاي بيست فريند؟ Les expressions. Not really, Hans. Like, why would she need a guy best friend if I'm there? So I can be anything, you know. Selena, listless, legal, like, listless. Yeah, also, it's not true. No. Zmatat, cause zmat. Wow. 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 Ah. غنيت وخصني نبدل شويه واش نقاسوا النهار ولا ديما شويه نو. ولكن ماشي زعما في لي غولاسيو زعما راه ضروري كتبغي شي واحد اخر تقول لي شي حاجه اللي ما تبغيش فاسكم. انا اول سؤال تنسول البنت علاش تنقول لها واش تعرفي تعجني المسمن؟ عرفتي اللي قالت لي اه دابا تنقولها اريتيك صافي. خص مرتي تكون تعرف تجو المسمن، تعرف تطيب كسكسو البطبوط الحرشه. هادي راه تقدر تجيب ديك فوتوكوبي الحرشه تاع شي ورقه وتحطها لك في الطاجين. هاد الجيل هادو هاد البنات تاع دابا تعرفوا يطلعوا يطيبوا النودلز اندوبي تجيك فوقها شويه ديال لي صوص تشري داك لاصوص واجده كلشي واجد. العيالات الواعره تلبسوا داك الزيت حياتي غواق بحال ديك القطرات الباندا ديال الكاراتي سيف قطره داخله
ولا تلبس داك الجريع تاع الكوزينة ديك واق بالله ينجر وتا تدخل تهز الكاسرولة وتا تحطها فوق العافية وتا تبدا تكرر الخضرة اش بيتي يا حبيبة بيتي الدجاج محمر واق بالله ينجر تدخل عندها تلقى تدير الكاطات في الكوزينة واه 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 طواجن شلاطة تاك 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 هادو تيشدو الفرماج تيسلقو سباكيتي تيديروه صافي تشيبو اوكله بالسيف اخويا ما تغلط اش تعرفي تشيب يا اخشي من اهم الحوايج المرأة خاصها تكون تعرف تشيب بالرجولة انا تنعرف نطيب نعاونك بعض المرات ولكن نجي خصك طيبي ليا مرات شي بغيت ندوق من يدي جداتها ما منحقيش اما يا صاحبي تدخل واحد النهار ما كاين ميتك قلت امبوسيبل هاد النهار غادي نقعدو بالجو واتاكتيفي واحد المقاله تاع عالم ديجيتال طرق طرق ويطلع واحد الضو وتبان لك جابت الخبز قاصح درت واحد لاصوص من الماء واق وطلعنا اكله سميتها تردا بالخبز ياب سولما واش طاسه ونقول او ماي جاد وات ذا فاك سوبر مان وانا قلت له خشيف وجهي ونشبع ونقول له ذاك الراس الله يرحمه ويجينا هوني ونخرج فرحان واش بيتي اندومي نو شيري Aujourd'hui, on va commander le sushi. Tu connais ce restaurant? On va manger le hamburger. On va manger le tacos. Quoi? Tacos, tu veux pas? Bah allez, moi je cuisine pas. Va te faire foutre. What the fuck, Archie? Finalement, il y a vraiment un mouhari, battant, trop de cuisine. Oh, ranger, wah, wah, wah. Friend, j'ai haja. Tu veux que je te dise que tu as dit 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 همي وحزني إن الله سبحانه والرافق تاعي فهاد الدرب ومو بدل شكيت على اللي خلقني ما تيعاودش الاسرار ولا بكيت عليه ما تيعيبنيش وعرفني تنطلب الرحمه ديالو والتوبه تاع ما عمرني نعاود للبشر البشر خائن ابسط فرصه تنتهزها وتخرج الاسرار تاعك ويضحك عليك الغير اشكي همي وحزني للذي خلقني اترجى الخالق ولا تترجى المخلوق الله سبحانه وتعالى ونشكي ونبكي عليه ونقول ليه بغيت وكرهت وبخير وعلى خير شي تدوي معاه هو وانتي مدابزه معاه يعني خصكم تفهموا شويه راه ما صراحه لايك اف وي جود لايك علاش ما غتقولش لي اي حاجه ونكون like, انا هو كلش لايك هير بيست انا صوت مضبب فيه الرعد اصاحبكم صافي اللي يهضر بحال الكاتورز تيح وكلشي ولا بيهضر بحال الكاتورز الو حبيبي لاباس عليك انا تنبغيك بزاف يلا يواجه الجي تنبغيك فريند هو فريند اني ثينغ اوكي That's my opinion. ودابا مالوغوسمون واخا ما سخيتش بهم خصني نيليميني انا قلت لك عاديت ايليميني وتقولوا لي عندك الحاله شي ما تفرجش فيه باش تعرفوا راه قوه عاديت ايليميني مو الصباط الا بزاف داك الشيء مفضفض تفرج انا ما ايليميناتوش انا ما راجلش ذا فورث وان انا راجل واخا ما استاش داك ولكن راجل انا قلت لكم الاول من اليمين نتوما خديتوه من اليسار حيت انا واحد ديالي من اليمين نتوما نويتو واحد من اليسار انا نويت واحد من اليمين هو خونا يعني محسوبه العزاو محسوبه هادي بالروح دابا نتوما بغيتو تردوا لا عشير انا راجل انا قلت لكم واحد من اليمين راه هو واحد والضفار اشكون هو الترافيس سكوت هذا راه يا اخويا عاد عرفت علاش انت تدوي بحال هكا مسق لي دوك القنان في باب مراكش اش هاد الحاله داير في راسك اخويا الزين مسق لي داك الشعر هي ساينين هذا هو مشهور هذا ترافيس سكوتش الله ينعل السكوتشاوي اللي قال عليك هاي بلوكس كنا بس عليك زعما راه تحسر خونا ما عندك السنان غنشوفوا الاوتفيت دابا كان باقي الدوري اخر مره غنبهك اختي من الحيط داكشي طلع بالنسبه للاول وطفاك هذا خدام في زارا هذا شي قلت الحوايج شي ست فهم باين ما توقعش الفوق تاعو يكون هكا ولا بس الغوص ستاف بولند بير وداك تقدر تمشي مع الاول الاول بانت لي هادي تزعط فيه كيتريني عنده البادر كنت نعاير صحاب بلاصه الساعات واحد الحرام صدقوش يطيحوا البنات شتي الدراري نمشيو نترينيو من الاخ نايس لايك ذات يا لايك ذات بلا لونطريما بلا ليباري بلا بروشي ناتشوري تنجي ديال بارا تراكسيون في الدار شتيها فهاد العظم هذا خارج عجيب حتى ما عندكش هذا نقدر نهز كرسي بيه بدي وحده بعد شتي هادو هنا والله ما تيقطعو بينا اتس نايس ثاني ستيلي تا هو كيعجبني صراحه
ياك تشرمي اللي تيعجبك وانا تنضل تنقول هادو تيز التيرانو وهاد الشيء دوك تيكميو الجوانات صافي من غدا بنشري النايك من غدا تشرميل والله غدا لما وليت نشرب الاراما راجل صافي اخويا اجي نمشي نقصد واحد المتجر ديال النايك السلام عليكم اخويا لاكوستو لاريلي نايس نايس والله تسبر جيتو خانزه بالله والله بنترجع على هذا الموقف هذا كاع صحاب تي انت تلقى رجليهم خانزي يزيد يصعب علي الامور هادشي صراحه ما كتبش عليكم بالنسبه للثالث كاجوال وات لوكس لايك تعرف انا علاش البنات تيبقاو يجروا هاد الحركات جيرل باي ما فهمتش اش بتبينوا لنا بهاد الحركات هادو فهمتيني مام هذا هو جود بادي تو انا صحيح من فخضي لوك لا حول ولا قوة الا بالله ايا انتوا ماشي واحد والله حتى انتوا ماشي واحد بالعالي العظيم نزلت لي مريقه صعب مرقت الله يرحم الله يرحم مرقت بالله كيفاش صحيح من فخضي دابا فين هو هاد الصحه هادي تنشوف انا يفخض فين هي الصحه ما كايناش شتي كي دات فيه حتى هي او يا من الباسكتبول بيج ليكس نايس 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 اوكي بغيت نسولكم شنو هو جرين فلاج اللي كتقلبوا عليها في البنت شنو هي هاد الجرين فلاج نبداو بالاول الجرين فلاج هذا والله الا عجبها الشاكي تضحك الاحسن يكون في البنت تكون بنت حوكيه دابا الجرين فلاج هو داكشي اللي خصو يكون في الشخص شنو كيتيحك في البنت تماتشي الانرجي ديالك والفايب ديالك حيت الا درت هادشي هذا كتولي كتزيد تعزاز عليك وكتولي تقدوز مع وقت اكثر وتقدر تبوسها وتقدر دير انت ويا علاقه جنسيه وتولدوا شي واحد ولا بنت بنت الحرام اللي مسكينه ماشي دنبا في هذه الحياه وتقدروا ما تقدروش على داك الولد وبسبب هذاك الزينه غادي تدخل لجهنم قول هذا الشيء هذا قولوا 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 حتى هو انت من داك النوع اللي كيضحك حتى هو ولا انت من داك النوع اللي كان داكشي بغيتي بنت اللي كتشويه كتضحك وشويه هي الا جيتي تشوف واحد الكوتي ضروري كتكون على حسب المود ديالك ولاني الاحسن وحق الله اخوتي الا سمحوا لي على هذا التدخل بسيط بلاش نقول لكم من بعد تكون ريليشن الوسطاني الله يسمح لي بحال هرب من الاي بي جي تي رول بلاي هذا هما دوك اللباسات اللي لبسوا لك لاوط في الاي بي تي وقفوا عليه قدام السبيطار عزيزيك 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 حنا خاطفين كنديروا بك عزيزيك والله الا بحال هكا شي لبسوا بالله غير على الضحك وعندك مشكله الا كان فيها الضحك بزاف لا ماشي داك الضحك الباسل ولا شي حاجه انا قصدت لك الضحك زعما كتماتشي الفايب معاك وتقدوا تطلعوها تعاودوا تحلموا تحلموا اعوذ بالله من الشيطان مثلا تحلموا شقيتها في هذه هي سكت خربتيها كون هي بقيتي ساكت وما تقول هذا الشيء هذا زعما كيفاش بحال كيفاش نبغي نقول نطيروا نطيروا انا وياك بحال هكا تحلموا سير الله ينعل الحامضه اللي قالتها لك يا الحامضه يا الليمونه يا السيطرونه يا المسنطرنا اش هاد الحموضه هادشي وانا صاحبتي راه الا حلمتي راه فابور زعما ما كاينش ما غتخلص ليها مانيفستيشن بصح وشنو هي الريد فلاك في الدريه اللي ما تحملهاش اللي دارتها ولا كانت بحال هكا ريد فلاك نقول لك ريد فلاك ديالي في البنت هي البنت شكون كتخسر الهضره كتبين راسها قبيحه اجي باينه تخسر الهضره اش كي دارت نعرف الله وعليك يا السيطرونه اللي تقول الكلام الفاحش نعلك الله اوكي اوكي نايس سكند وان على سخوت فندخ هوب على سخوت او سخوت يا ميتشاو يا فهمنا بلا باتشنيلو وات ذا فاك شاد اللغه هادي اوكي 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 قول لي شنو هي شنو هي اللغه الدراري الروسية هادي ولا هذا هو اللي قال لها انا من الشواظمه ياك لغه الشواظميه هادي الشواظميه تيهضروا بالغواق جرين فلاج اللي كتقلب عليها في البنت هي تكون بنت باش هي تكون بنت ما ناخذ حنا نعطيوك بنت عندها بيبي تاع الدراري وراه بنت ها هي قدامك شو كاع داكشي اللي معري ما بانتلكش بنت هي تكون بنت وانت تقلب انت على الدراري اش هاد الاسئله تاع بيبي جانج وانا ما فهمتش خصها تكون بنت صافي اسكت اخويا الزماكري اسكت جيب لنا الاورو للمغرب وخسروا هنا وسير في حالتك ما تهضرش جيب الفلوس وسير في حالتك ياك عجبوهاش الحوايج بزاف شنو عجبوها الحوايج بزاف حتى الشيخ راه هذا واش عنده 6 سنين
ما كيعجبهاش تلبس الحوايج بزاف. ناراش قال ليها ما تيعجبهاش تلبس الحوايج بزاف، نوط عليها هي حيت ما لبساتش الحوايج، عماها وشقها ولكن نوط عليها، داكشي تاع بيبي غانغ الروابا ايطاليانو ميلانو فهمتيني، حيت في نيدرلاند كاين نيدرلاند كاين خبيب ماخدا كاديغيدوف وكاين كونر ماغريغور، كاين الثلج هنايا فهمتي سخون الحال شويه. يا ربي الشيخ راه هذا كيفاش سخون بلوس في الموع. اوكي اوكي شنو هي الريد فلاغ اللي ما كتقلبش عليها في الدريه؟ هي ما تكونش كتحترم راسها وكتخلي بنادم لا ما يسكت الله يخلي لك الميمه سير خويا اسمح لي اسمح لي دبر راسك عيش حياتك انا ما ندويش معاك. وصل معاه شي لعيبات اللي قلقوني انا. اش هاد الاخر هذا؟ واش هذا انسان؟ ما تقول لياش هذا داك النوع اللي عزيز عليه البنت تكون تتحكم في الراجل وتطلع فوق فوق منه غير تضرب ولا قزيب عاه وتتركبه بحال شي حمار وتجيب له يديك التفاحه في الموت تقول اضرب يميني اسكت حبيبي اخوك اسكت لامك وعاد نبيع ورختو على شي ما رختو. انت كتقول لي ما خصهاش تلبس وكتقول لي ما خصهاش تحترم راسها. لا تحترم راسها ماشي تحترم لباسها. ولكن الدراري اللي كنشوف كيقول لك يا هذه لابسه هكاك دوك ما محتارماش راسها دوك. لا شوف 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 باردون 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 تلبس اللي بغات فهمتي وتحتارمها راسها ولا دار لها شي واحد كان حيدوا لي سبع الشهاده ياك والله. وات ذا فاك خاص القضاء يتدخل في هذا الشرطه. انا بعدا نستدعي الناس تاع الشرطه يراجعوا هذا الدري هذا اش قال. هذا تهجيد على المباشر الله يرحم لكم الوالدين جينا هذا تهدد في البشر. الحمد لله اخوتي عيطوا لي على الطوارئ اخويا هذا السيد هذا وضفر بشر من نتايا. لا 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 علاش مره جونتي مره ميشون فهمتي على حساب الطقس مره بيشون. شنو كان الاصل ديالك نسي قلتي لي ياك ما بين دوك انا و انا. لا 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 غلط غلط مطبعي قنيطري. اوه قنيطري بالتاكيد هكا اوكي هكا. ولكن قنيطري ماشي اصل ماشي اصل نراجي عيرات قنيطرين. يا تحشمي شويه راه قنيطره فيها اعظم جمهور في التاريخ ديال المغرب اللي هو الكاك. واش عرفتي اش تقولي انت يا حشومه كاع اختي هاد الهضره هادي وحق الله. تحيه الحلاله بويز الناس الكاك. اذا انا نقلي الاصل دابا كتسبيني. نورمالمون كيكونوا كيكونوا شنو كيكونوا غرباويين لا اكزاكتومون. وانت غرباوي؟ اه بور نايس. وقول لي غرباوي اش تقول لي قنيطره؟ لا حيت جابيتا كينيتخا ماشي جابيتا الغرب. انا قلت لك منين اصلك؟ من قنيطرة. اوكي اوكي اوكي. المهم قلتي لي ما كتكونش كتحترم راسها دونك شنو 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 كتقول زعما باغ اكزومبل تكون عندها بزاف ديال البودي كاونت ولا كدوي مع بزاف ديال الدراري ولا هاني اسمحي لي بعد قاطعتك. ماشي مشكل. نفس لي بيرسون نكونوا كنعرفوا. دابا انت واحد شدو تقطع عليه هذا باش يمشي يد الله سبحانه وتعالى وهي قلت لها اسمحي لي قاطعتك وفين هي الرجوله وليبات بيبي جانك؟ جوج ماشي هي كتعرف وحدين وانا كنعرف وحدين. تما كيطرا الديكالاج شويه فهمتي. او دونك يخص تعرف نفس الناس اللي انت كتعرف. الا الا كانت شي خدمه شي حاجه بيرسونيل شويه. دونك الا كانت عندك صاحبتك خصها تعرف على الناس ديالك باش تمشي مع الناس ديالك وتخلي الناس ديالها اصلا مخص... لا لا ماشي تمشي مع الناس ديالي باش انا نكون مرتاح. واش نو هذا الدري شكون والله الا اي دانس هذا انا شكيت انا واقيلا دانس دانس هو اللي تيهضر بحال هكا وفي هذا الفعيل هذا تيقول الدري تسمحي لي دانس هذا عقلو على ما كان دانس غادي نطفي ستريم ونمشي فيها. كنعرفوا نفس الناس فهمتي كنرتاحوا مع نفس الناس وما يكونوش بزاف هما ديجا واخا يكونوا اي جوج ونكونوا حنا مرتاحين. ما تكونش مرتاح غير معاه اه بزاف كاع. اوكي اوكي نايس. حيت هي اصلا ما كيعجبهاش تلبس الحوايج تتبغي الناس في الدار. اوكي ثيرد وان جرين فلاغ. انا باش ما نطولش اي هاف تري جرين فلاغ. ساطول لا لحظه انا غنقول الحوايج فهمتي. انا عندك شي سؤال. اوكي انا كيعجبني بنت بيضاء تكون عليا في راسها بيضاء يعني ما عجبكش القهويه ثاني دابا بلاتي نقولوا حنايا ما تعجبوكش القهويه ولا زعما دوك الدريات اللي قهويه ما ليهمش الله راه القهوي ما تعرفوش اللون ديال ستورمي واللون اللي في هذه الطاقيه ديال اللي هو بني موسخ راه فيه واحد الحلاوه ديال البرازيل والبرازيليات هربانات بزاف عليكم القهويه طراهم ليا انا بغيت القهويه انا قهوي بغيت نقهويه. دابا دوك القهويات تيكون فيهم واحد اللون ديال الكاكاو مدردر بحال تاع كوبي تخلطوا مع الحليب تيعطيك واحد اللون ما هو نسكافي ما هو حليب قهوه حليب كافي كريم هذاك اللون زويون فهمتيني تيطلع داك الشيء نقيقي فهمتيني داك الشيء لاتينو وداك الشيء الاخر كيبقى عليا انا فهمتي حيت من الداخل ديالك كيفاش بغيتي تخرج كتفرى بيت قهوي تا هو بيت كلشي قهوي اي بلاصه في الجسم ديالها قهويه
وبطبيعة الحال خاصها تكون ظريفة وتكون فهمتي يكون الفايب وتكون قوية. لك الفايب راه داك الشيء الاخر كامل كيتحل مع الوقت وتكون قوية. حيت الا كانت واحد البنت كتفايبي مع واحد الدري يعني ما تبغيش تخسر حتى هو ما بغيش يخسر. كاين بالرجولة الدري شوف تحية للدريات اللي عندهم ديك الكريشة تكون عندهم واحد الفزيزة هنايا والله إلا واعرين دوك الدري تلقاهم حنينات وزوينات وحق الله العلي. راه شي أي دري لقيتي عندها شي بزيزة شي دري اللي عندها ديك الشبلة مسمومة هاديك مسمومة راه عندهم دوك البزيزات ديك الطريف تاع كرواسة خارج لهم من لهنا ديك الكرواسة الهلالية والله إلا ظريفات والله يعمرها هذا قسما تلقاهم حنينات تعطيك فلوس تخلص عليك ترى يعني داك الشيء كلشي كيتحل كيما قلت لك في الأول كومونيكاسيون بالهضرة كومونيكاسيون فهمتي يعني أنا فهمتي غنحتارمها وهي غتحتارمني كاين شي حوايج نقدر نخليه ونحيدهم على ود وكاين شي حوايج تحيدهم يا راه خليك هي في الحوايج عارف راسك اش تقول الله يخليك تتفرجوا فينا عائلات امهات ناس كبار وخليك اخويا هي في الحوايج بنتي ليا زيكزاكيتي واحد شويه مشيتي لشي حوايج من غير الحوايج خويا كالم داون الا ما قدرتش تحيدهم ديك الساعه غنلقاو واحد الاخر كلشي ليه الحل صح فكره زوينه انا كنفكر في حالك قول لي والريد فلاج ريد فلاج ريد فلاج برو صراحه ما تكونش زعما مهم تقدر تقول اوبوزيت زعما العكس ديال داكشي اللي قلت ولكن اكثر حاجه هي تكون زعما جالس لواحد الدرجه بزاف فهمتي اوكي شنو هو الحلم ديالك قبل الاول الحلم ديالي هو نعيش شي حياه بسيطه هادو من زعما الكبار لي زوبجيكتيف ديالي انايا نعيش شي حياه بسيطه نكون مستقر في هو الصراحه باينه بسيطه ملي نخشي داك تريكو في الشورت هاد اللعبه اللي كانت تجري اللعبه تاع 1988 فاش كان تلعب مارادونا فاش دار كاس العالم هذا باينه بسيط ملي تيجي هكا دابا فهمتي هو داك الحازق تيمشي للبال ولا بصداك الصباط تاع خالو بخير خونا ما مسوقش باينه بسيط برو نشوفوا وليداتي علاش لا وليداتك كاع حياه بسيطه ونعيش حياه بسيطه وما تجوش انت بيتي وليدات بلا ما تجوش كي درتي لها ماشي على قضيه حياه بسيطه حيت فيها بزاف د المعاني حياه بسيطه هي حياه مستقره ما فهمتش هذا بدا اصلا مبيض بلا خا ما تيخرجش من دارهم بان ليا ولا عنده كونتاكت قليل مع الشمس خطير هذا النوع غنزيد نشرح لك اكثر حتى تكون مستقر في الحياه ديالك واحد قال لك بغيت نكون مالك سير الله على الله وعليك حنا عندنا مالك واحد اللي هو جلاله الملك محمد السادس نصره الله وعاش الملك الله يخزيك وين عليك عندك الشركه ديالك هذه ماشي بسيطه انا بسيطه كانت كتكون شركه الحياه ماشي الشركه ديال الخدمه ماشي زعما المهم تكون عندك جوب ديالك شركه الخدمه كاينه الشركه الحياه والشركه الخدمه اش تعدد مستقر عندك سالير ديالك شهري عايش مع قريب لوالديك عندك ذات اوكي وانت من داك النوع اللي تقدر تبقى في بلاصه وحده مده طويله جونغ باغ اكزومبل تخيل معايا تحولتي لفاس صافي انت غتقاد كلشي فاس وغتبقى في فاس وزعما ما كتقلبش على النيو تشالنجر صافي هذيك كنبغيك الله يحفظك اخويا مجيد شي ديال زعما فهمتي انت كيهمك غير زعما يكون كلشي مريقل وتبقى في بلاصه وحده صافي هي صراحه ماشي على قضيه من الاحسن يكون كلشي مريقل كلشي مستقر ولاني انا كما قلتي انا تعجبني نسافر صراحه ويعجبني نعيش دي زيكسبيريونس جداد عليا نزور بلادات جداد من الحلم ديالي نزور البرازيل اللي كنت قلت الا كانت تعجبك البرازيل علاش عزيز عليك البرازيل حيت فيها العيره على الله وعليك ليكس ستايت تشيست ماشي الادرينالين اللي غيطلع لك دابا اوكي اوكي سيكند وان السؤال براسي نسيت حتى انا والله شنو الحلم ديالك هو نوصل هذا الحلم تاعي هو يمخرشي بانكا ويولي رابور مشهور تضرب 4 مليون في سبوتيفاي صافي عرفت الحلم تاعك اش هي شي لعيبات اللي فهمتي كنضربت عليهم تما انا بشحال هي نوصل لواحد النيفو ديال انا واحد الشخص اللي غنكون هذا الحلم تاعي مخرف ليك بالجيت يوم ما يقبضوش الجعيج مرتاح معاه انسبيريني في موسيقتي في بزاف د اللعيبات نو 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 انسبيريني وعلاش اي لا انسبيريك باش تقول لي بلوت جوب وسط الطروجي غالبا تنتري كانتين تنطري وجد ابدا ضع لهذا الشيء بيبي واحد الدريه بيتش ما فاك نسمعها والنهار هادي هي انسبيراسيون الا شفت عندها بوتونسيال نغامر معها تبان معاك تبان معاك في الكليب وداك الشيء تبان في الكليب الا بغات هي يا سير شو ما بغيت مرحبا اوكي وانت من داك النوع اللي كيعجبك تقلب هاني تبني في الكليب ودوك
بالي الادرينالين زعما تبغي تحول لبلاصه اخرى تبغي ما تقدرش تطول بلاصه ولكن ماشي نتحول لبلاصه اخرى باش نطلع ادرينالين نقدر نكابري بموتور نطلع لي ادرينالين اوكي اوكي دونك تصنت شي شي على الفرق انا عشان تجطر لي الادرينالين باش تنشجد الله سبحانه وتعالى تيطلع لي الادرينالين باش نبدا نفكر في الموت وفاش نبدا ندخل الادسنس وفاش نبوس راس امي انا فين تيولي الادرينالين طالع انت الموتور نقدر نكمل أني يطلع لي ادرينالين شي كمي الجوانات جينيراسيون تيت كنو الجوانات تفتخروا بالجوانات دون دو دراكس دونك تكمل ضروري والله ضروري ياك اخويا حب كل الوالد قال شوف الوالد زمطني كنت هضرت انا وياه على هذا الشيء تلك معايا قال لي بحال قال لي احمد شي راك ميتي ما عمرك تكون راجل تكون ديما مريوه نعيوه هاد طيب شوف شوف كشي اللي باغي نوصل ليه فهمتي تكون ساطه مزيانه اللي ارتاح انا وياها والاسبيراس وخدموا مزيكا وخدموا وليدات في نفس الوقت والالبوم يتسمى بسميت الوليد اللي يكون عندنا ان شاء الله واش ماشي بسميتها هي تكون سميتها في الاوبي قبل من الالبوم حنا راه وصلنا للوليدات اوكي اوكي انت عندك كتعرف كتسمع الراب لا لا ماشي ضروري غير الراب ضروري خصك شويه تنقي ودنك باش تجيب شي حاجه زوينه وثاني اوكي كيعجبك الراي الراي فاش كنكون كاو والله زعما بدا نقول واه علاش كنت كنشطح البارح اوكي نيكست وان ثيرد وان شنو الحلم ديالك انا الحلم ديالي هو نعيش البنت اللي نكون انا معاها لايك ا جود لايف يعني حياه زوينه ما تحتاجش حتى شي حاجه يعني اي حاجه غتبغيها نوجدها لها اي حاجه غتكون باغا نديرها لها ونفضل اننا الا كنا نقدروا نطلعوا بجوج يعني ماشي انا ندير وهي تجي تاكل فهمتي بالنسبه للادرينالين باش زعما تطلعوا بجوج تي لا اونلي فان راه المراه فاش تتزوج بها ولا فاش تكون عندك معها مستقبل تجيبها بحالك تجيبها وتتهزها تحطها تجي المراه وتتلا بحالك وتعطيها بوسه على الجبين قول لها ماي لايف يا عمري يا حياتي لا تقلقي انا عاد نخرج ندير خدمتي في الخارج نتيا ديري خدمتك في الدار ما تخصكش شي حاجه نتيا حلالي ونتيا ديالي وانا ديالك الجمال تاعك بيني ليا انا نجيب لي لقاك مقاده طفيات مصبوغين زيني ليا انا واي حاجه خصاتك نمشي نجيبها من الجبل باش نجيبها لك نتيا حلالي شي الراجل ممكن يدخل بعمرته للكوزينات هذا هو الحب خص انت وياها تجيب الفقاعه عطر الغوص في الصابون وانت تقول لك ستوب وانت تقول لك اسكتي يا اخو وانت تهز هذيك الهزه بحال هكا تتجلس من بيت الناموسه تتفلها في الناموسه تقول انت يا حلالي وانت يا ليك وانا ليك وهذا الشيء تنجيرو حال العك عك عباد الله الاندرتيكر المهم انا اي لايك هذاك بيكوز يو ديدنت تراي اي جيس انا ولكن كيفاش ندير ندوش في كرفان وداك الشيء هادشي تسيمو لايف قلت لك اش عارف راه كاين كرفانات دابا فيهم الدوش فيهم كل شيء يعني انا كيعجبني اللوكسري لايف ستايل لوكسري لايف في المدينه ولكن ملي تسافر عاوتاني هذيك حاجه ما عنديش مع نيتشر صراحه انا اي دو لايك نيتشر يو دو لايك نيتشر تقدر تفهم مع شي بنت ما كيعجبهاش نيتشر في نظرك اي دونت مايند اتس نوت ا ماست يعني ماشي شي حاجه اللي ضروريه او انت ماشي زعما ضروري كل ويكند تقول اوكي خصني نجيب الكرفان ونمشي دابا اوف كورس الكرفان اصلا الا كنت غادي نديرو خاص تكون انت لوتر بيرسون شي هاف ذا سيم فايب المهم انايا من النوع لي كندير كلشي فهمتي غنقدر نمشي نكري في اوتيل 5 ايطوال نقدر نمشي بكرافان الله ينعل الحزق اللي قال لك لابس ليا الشورطه 400 دريال ولابس ليا داك الباطو فرجيك وبغيت تكري 5 ايطوال يا الحزق ولابس ليا داك التريكو من البار هي سمع 5 ايطوال هو تحل مالك اختي راه يكذب عليك عزيز عليك اللي كذب عليك ياك شي كيعزيز عليها ملي شي كاين واحد النوع ديال الفتيات هكا عزيز عليها اللي كذب عليهم 5 ايطوال صافي جاتني تعيده بزاف باش نيليميني حيت صراحه ثلاثه بهم عجبوني دوما ياك دابا انا عجبتك ولا ما عجبتكش دابا اش مهيب السلام على 10 على المراوات انا نقول لك شكون اللي نقول لك شكون اللي غادي تيليميني هاد اليميني مور الشورت غالبا مور الشورت عقلوا عليه على ما ايمات مور الشورت هاد المره نقول لكم علانيا انا ما راجلش دونك غادي نعيط على بوم بوم هي اللي غادي تختار شكون شكون هاد بوم بوم عاوتاني شي مسكه هادي شي فنيده شي سميه طرايبي جميله شي سميه تاع شي دانون بوم بوم شنو هاد بوم بوم عاوتاني طفاك اخويا هاد العالم العجيب هاد لو ماروك غادي نصيفط بحالو لا ولكن كيفاش تختار باردون عافاك نقدر نسولك كيفاش هي تختار وانا بغيك انت ماشي هي حيت الا خديتيني انا كنتي حتى هي ياك
يا ترى تيبان داكشي الله يرحم ليك الوالدين، راه امي تتفرج ليه في فيديوهاتي، الله يرحم ليك الوالدين نضركي داك الكاتري اللي عندك كيلور ولا داك الناموسيه ولا داك التليق، راه هي تدور شي يطلع الريدو، الله يرحم ليك الوالدين، خلينا نكمل هادشي في الحاله. باك واحد بيان سير تي اهم حاجه، ولكن كيفاش غتختار؟ وات ذا فاك كيفاش دابا اللي تصعبها وحده هي تجي جوج؟ شتا واش هادشي بيرميدات البيجامات الشورطات السليبات كيفاش نجيو بجوج؟ اش هاد الناس هاد اللي واش يعيشوا معنا هادو اخويا انا بدا ما نتلاقاش معاهم في مراكش. ياك ملي جات عنده بوم بوم اويلي بوم بوم كلبه اويلي بوم بوم طلعت كلبه لا حول. مصير تاعك تقدر تقرر وكلب عظمك الله وخلقك. دوزيام و ثوازيام دونك الاولى تيليمينا واخا كي واخا كيتريني صافا ما عليكش لي اش من دوما ما بغاتكش الكلبه داس تفوت. هاي سباو ما عندك فيها الكلاب؟ لا عندي عندي بعض الكلاب ولا عندي صراحه. وات ذا فاك اخونا ملط ما فيهش الزغب كاع واش عاجه هذا الشيء؟ الصاط واش منيتك؟ ما جاتنيش اصلا اصاحبي نعيط لك. واش ديك السلسله دايره واش انت كلب؟ مثلا الكلبه باش باش ما نتريجيكتاش. احترمتك على هاد اللعبه اوموان العصف فقري سمح لي هادي هضره زوينه ولكن هاد الهضره هادي قلتها حيت ما استاتكش الكلبه قسما بالله حتى كون استاتكم مشيتي معاها يا اختي الله يهديك راه قلنا لك هي ضركنتي الله يرحم لك الوالدين الله يرحم لك الوالدين راه اختي هادشي راه بزاف خوتي لا ما سمحوا لي على هاد المناظر الله يرحم لك الوالدين اختي الله يسهل عليك الله يخلي لك ما اختي مقربور وات ذا فاك خونا معيزو انا باسكيت ليبرون جيمس اللي في الحلقه اللي فات وات ذا فاك انا بيناتي حسن عندك صحاب خريب كاع عرفتيهم دوك اللي تيقول لك حنا مولوك الحسنات هاي اوكي بينات سيمول اللحيه ملتئين عرفتي علاش حيت خونا اللحيه ديغرادي هذا شعر الله يسمح لي فيه النبولات فيه ديك البنينه فيه الفوشار مزقور نصو صفر نصو طايب ونصو ما طايبش ماشي لديك الدرجه ماشي لديك الدرجه صوتك العاجم بروماكس كيفاش بروماكس شرطه في الحاجب بروماكس اه صراحه داير جوج وات فاك واش شعرك تاعو ميت زوين اوكي سكند وان تا هو زوين طويل ثانك يو اي ابريشيت الله ينعل الجن الحساس اللي قال عليك تقول لي تشوف فيا انايا راه هي قدام تقول لي ابريشيت هذا تشوف فيا انت سير لان بريشيك بشي تصرفيقه بشي مسمنه عامره بشي ربعه الفرماجات وشي عندي مع الكلاب بزاف كاع من ملي كنت صغير كنت كنربي الكلاب بزاف دونك ما عندكش مشكل زعما مع الكلاب ولا شي حاجه 100 200 ياك اوكي معايز اند يو انا اي دونت مايند صراحه انيمالز زعما ام جود وذ انيمالز عم انا ربيت شي انيمال بيكوز كتخص الله يربيك هو الاول يا هاد الفراعين هذا يا هاد خونا يا هاد القليه المزقوره المحروقه بيكوز اوف ماي بيرنتس اوف كورس اوكي بالنسبه على حساب والدي باقي ساكن مع والديك ام وركين او ام وركين ولكن انا هو اليونجست في الدار بامكاني نخرج نكري راسي ولكن عندي امي يعني ما نقدرش نخليها بوحدي دبليو هضره زوينه اللي تتعجبني اي واحد تيطلع الله فمو تنحتارمو ولكن ما غنبغيش الوالده تلبوطا شي حاجة الوغ عندي امي عزيزه ف ام ميكين ماي ماي ماني ام ميكين ماني اوكي ذاتس ات و الى بغيتي تاخذ حيوان وقفاش تاخذ حيوان تاخذ قطه ولكن صراحه اي لو بوس جوج كيعجبوني اوكي زعما اي دونت مايند ناو الى صدق هذا الشيء واختاريت اختاريتك انت فين غادي تديني فور ذا فيرست ديت دابا نيت هكا من هنا لا لا فاش نهار اخر ديك شوفي كيفاش كان عايش نهار دي ان ذا لايف لا لا ما كاينش في الصباح فيه بالليل تنكيت كيفاش غادي نستوديو لا ماشي ضروري استوديو تشوفي نهاري كامل كيفاش كيدوز وعلاش انت ما تشوف نهاري انا كيفاش كندوز اش يدوز اختي الميك اب البومادات باينه فيك وتتغسلي ديك بان بان بينيك سبورتس بيت جست از يو دونت لايك سبورتس با يو اوكي وذ ان دابا انت بيجي بعد بقات تلعب في الباسكت دابا انت دريه شي تيران عركان فيه بزاف تاع حيدانات والريكاردوات جالسين تيلعبوا الباسكت والدريه قاعده وانت تجي سمعك 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 وات فاك واش انت منيتك واش قاعد في ايداتي
سيري عشري ديك الدريه قلت انت ويا فاصفاص حتى هي للبحر شري لها الزريعه وتفلي عليك وتفلي عليها انما انت كو سيمبل فور ذا فيرست ديت. علاش اخويا الدري ضبط علاش اخويا تيبداو الدري تيديروا هاد الحركه فور ذا فيرست ديت اي وونت تو سي يو يو نو اي دون نو كارطة عامرة ويريفر يو وونت I'm okay with it. But if I had to choose, luxury life, as you said. Luxury life. شكون جاي عند فسنا انا ولد الحرام الله ينعلمك بوت اللي قال لي. غير سؤال اخر. والله ما كرهتش. غير سؤال اخر. كيفاش جيتكم انا؟ راح افخفي. ياك؟ ما فهمتي كاينين المشاكل. كيفاش كاينين المشاكل؟ دابا مزيان والله فزون طيا كاين مشاكل بصح تقدر ياك قاد عليهم كاملين كيفاش قادر هذوك المشاكل غادي كان داب لا داب ذات المشاكل كانوا المشاكل ماشي من داب ذات ماشي مشكل زعما المشاكل كامله وبنادم يبقى يشوفو كدا حتى من داك النوع اللي مغيات بزاف والله ياك ها واتفاسو اوفر كان داك كدا ميستحق كيعجبكم الصراحه نتوما بنادم يكون شويه مغيار لا على حسب انا حيت فيها داخله في العالم ديال السوشيال ميديا انا نبدا نغيرتها من هي عليك اويلي تي سيري تخاين شي واحد بين بين ماني بلاصه كنقول لكم ليا بلا هضره انا لا لا ديال سمع خير عليك بزاف فهمت راه عندي واحد ليستوار مع الكلاب انا الوالده ديالي ماتت الله يرحمها كنوصل لباب المقبره كنحيد لها السلطه كتمشي نيشان للقبر بجيني من الباب عارفه جيني من الباب عارفه برا عارفه كل شيء فهمتي انا بوريشه هم هادشي كيطرا ربي عطاهم داك الذكاء شنو ندير الله يرحمها شري اي واحد مو ميته شوف الدراري بالرجوله اللي عندك امك استافد من الوقت معاها بوس لها راسها طيب معاها راه ما تيحس بالام ديالو هي اللي مشات ليها العزاو تقدري تشرح لي السؤال مزيان باش نعرف شنو اللي كاين ميزك انت باش نختار عليهم هما بزاف والله مثلا فاش نبغيتي ندوي فاش فشي حاجه بغيتي تعرفيها نشرح لك لي ديتاي ديالها انا قولي انت شنو كيميزك بيرسوناليتي ديالي ديالي زيد كندير الموسيقى كندير داكشي اللي كنرتاح فيه دونك ما كنتخلطش مع الناس بزاف كنبقى بوحدي شويه بقى بوحدك اوكي وفاش كنوصل داكشي اللي بغيت ليه هو صغير دونك كنقدر شويه نرجع للناس شويه كون غير سي تسمع داك عرفتي ديك نوفي خافي الصوت تبان لك الارض تين ما تصرف بلادي ديك ما تفهم والو نوضة معلمتك قاعد سالت الدنيا حبسات تيخلع هاد الشيء هذا وحق الله هاد الكوارث الطبيعيه وهاد الفيضانات وهاد السبيد اللي واقع علينا دابا في الحياه راه ما عاديش هادو راه دي سينما عند الله الله غضب علينا الشتا ما بقاتش الانهار جفو الكاسيات عاريات الحشمه ما بقاتش at all. Okay. So I don't like drugs. تاني حاجة أنا مرضي والدي so. أنا أي واحد تي طلع في والدي تنصفق ليه ضاف ليه بالنسبة شي أي واحد تي حتارم والدي تنحتارمو أنا أوتوماتيك مو. الوالدة بزاف خلي ديك الخلاصة مزيانة مع الوالدة. I don't know I'm nice. ولكن كاين شي حوايج زعما ما نقدرش نقولهم لك you should do. نتا نايس ولكن أناحي وشارب جابي. ما تقدري شوفيهم علاش تبزك شواربك يا هذا الراجل هذا وعيقتي وتتشوف ليها في رجليها وبحال شي كلبه تشق ماك اخويا وبرد علينا اخويا صبرنا لك من سلوت الحلقه وحنا صابرين لي من بعد اوكي مع الوقت يا ملي نقدر نقول لك بالرجوله انا واحد القضيه ما متفقش فيها هي حشومه الذكر الام ديال انا مرجي والي جا والدري ميت عليه امو انا كنت هنا تبان عقليه بانه تقول سكيبي هذا الموضوع على كنتي مرجي امك بينك وبين داك اللي خلق واش كاين هاد الدراري ولا ما كاينش هاد العباد نورمالمون العزاوي قال ليه المهم ميته عنده هو داك النقص ديال حنان الامومه كان خونا ممكن ايفيتي هاد السوجي تاع على مرجي والديه فهمتيني if we vibe that squeeze is it okay. even if we don't vibe we're gonna vibe this because ياك اخويا غزال I'm really crazy كريزي فاش في الخرا كريزي بريد انت ساكن باقي مع داركم لا حاليا لا ما كنت خصني نخليهم فراحتهم بزاف واخا شي شي كيدوا هو على والديه بحال او ما عرفش دابا اخويا شقوا هاد اناحي شرب جابي الله يلا شقوا بيه
مشت الوالده دونك بقيت بغيت نبقى راسي ما بكينش على ما تحط الراس من اكثر من راسك فهمتي معلمه قلت لكم الوالدين صعاب ماشي يحس بهم اللي ماشي لازم الله يرحمه ويوسع عليه شي هذا ما كان هذا هو المشكل انا ما بغيتش الوالده زعما دايره شمونش صلي الله ينعلج خليق تمك يا الحساس يا المحروق يا هاد المزقوره العريانه يا هاد وجع الفراعنه يا هاد الحمار يا هاد الجنس يا هاد البردقيزي يا هاد الزنديق المزندق اللي لابس داك الشورت ديال الشماكريه يعني عطشان هذيك الله يلاك البعض عطشان وخليها لي حفيظه صلي الله ينعلج شوف الله يخلي لك امك ولكن والله انت ما راجل وفيك شي من الرجال شو الدري مسكينه صاحبي والله ش ياس لا ما سيري في حاله ولا ني زنديق هذا والله الا مزندق بالله واش هاد اللقطه خي خصني نختار ما كرهتش نديكم معايا بجوج والله ما يعرف تيوم معاك بجوج ياك اختي انت يا الساعه 4 خرج انا وما ديناش بجوج كيفاش نخرج انا وما ديناش بجوج علاش والله قلتي الساعه ما عطاكمش ربع نفسي شويه انا باش حنا سديتي في الحبس جامي والله وضفك على سولته على الحبس الزلمه حيد من السيل ديالو الله اخويا بدانا قالت لك انا واستاذ كل استيتي مع والله مرضى بالله يا شا امريت اش كتبان فيها لا وضفك على ابيض من هكا والله دوسي بصح والله اه اي دونت ثينك يو ام ان اتليت شوف شوف وفرعتي المنطق لا شوف وناحي وحق الله غادي نتشوع معك بابا يحيني يا حبيبي نفس الطعنه بسم الله الرحمن الرحيم المعلم شنو هو هاد الكائنات واش سميتكم بعدا انا ايمن مي اي كي اي بسكويا بسكويا هكا هكا كيكو اند يو امين سواقي اه انا كيف تقول لها امين وناحي دابا اما تسي الاتليتيك دابا اما تسي الرابور على قبيح وانا واعر فهمتيني نختار ايمن حتى عنده الكلام يلا هو سير الاتليت الجن خليق تمك تجمع لهم كورة الباسكت في التيران ديال محمد الخامس ولكن صراحة بجوجكم وهذه هي الحاجة اللي I'm so sorry ولا اختاركم لا يسر سي يا اوكي سواقي اجين خويا سير في حالتك الله يرحمك واجي الله يسهل عليك راه ما خصنا نقدر نشوف هاد السواقي شاقي لك المهم داز الفايب والله الا اناحي بالله اناحي ما كبرش على خاطرو لا كوس لا ريني انا كيعجبني ستيل بحال هكا صراحه وحتى حيت انت جاي معايا مثلا انا كندير فيديوهات تيك توك على الاغاني ديال راين واي 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 هناك خطب الماء انا الميساج بغيت نعطي لهاد الجينيراسيون هادو بانه عندكم مشكل بانه خدم على راسك نتايا وفاش غادي يجيو الفلوس غادي يجيو فيه بزاف ديال الحاجات وما عمرك تفورسي راسك على شي حاجه اللي هي اكثر منك ديما سير على قدك تلبس 38 لبس 38 في صباطك واحد النهار غادي تتلاقى مع الصول ميت اللي هو التوام الروحي تاعك في الدري اللي تتشبه ليه وتقدر تجوج وما تصدق لكش التجويجه الاولى وماشي عيب وتجوج وتطلق تتلقى داك الانسان الحياه عباره عن انا ما كنتيش تثق في داك اللي خلقك وتعرف بانه بعد ما تدبر لك الامور تاعك شي ما درتي اول حاجه ما عمرك تخليك البيستيك وثاني حاجه ما عمرك انت تكون واحد الانسان اللي تخلي واحد اخر يستيك خلقك الله بانك يونيك انا خلقني الله طرطار اللي ما تيقبلش عليه ولا طرطار كنقول ليه سير في حال وعزات عزك والله يعز الرجال الله في والديكم واشركم مبروكه جي كومونتير نشوفكم في تويتش تحيه عسكريه